هذا المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة. كرة طويلة إلى ليونيل ميسي، ليونيل ميسي المثير للجدل هذه الأيام، يسجل الهدف الأول ويطلق فرحة المدرب سيرجيو باتيستا. كرة جميلة جدا من أهل الكرة، من ريكيلمي إلى زميله ليونيل ميسي، مبدع على مبدع، والنتيجة إبداع كبير وهدف جميل للمنتخب الأرجنتيني. يا سلام على برودة الدم، يا سلام على الصنعة الكروية، يا سلام على الاحتراف، يا سلام على الفن في أبهى مظاهر.